دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل الثامن، إلقاء ضوء الحق على التنصير. الجزء السادس عشر، البوست مودرنزم والطلبة المغتربين. إن الخطورة على الطلبة المغتربين ليس التنصير فحسب، ولكن أيضا التغيرات التي تطرأ على ذلك الطالب. ولربما أن البوست مودرنزم ليست خطيرة فقط على الطلبة، وإنما هي تغير عامة الشباب والبنات أيضا، فاحتكاكهم بالأمور المادية في العمل، مشاهدتهم التلفاز، تأثرهم بوسائل الإعلام، دراستهم لكتب إلحادية، وتعاملاتهم مع الطلاب الآخرين الغربيين يجعل منظورهم للحياة يتغير، وفي معظم الأحيان يتغير بطريقة إيجابية. ولكن هناك أيضا نسبة قليلة من الشباب، وخاصة الذين يعيشون لوحدهم دون الأهل، قد يتغيرون بطريقة سلبية ويكونوا أكثر عرضة للانزلاق بسبب تأثرهم بالصدمة الحضارية، فيصبح ما يراه الطالب مشوقا للغاية وقابل للاختبار، فالخروج إلى النوادي الليلية تصبح للتسلية، بالرغم أنه قد يكون ممنوعاً من ممارسة هذا الأمر في بلده، ويصبح التدخين وشرب الخمر وحتى المخدرات شيئاً يجلب السعادة المادية والجسدية، وتجربة أن يكون للشاب صديقة ليرضي بها شهواته. فهو يرى الشباب والبنات الغربيين الذين يمارسون هذا عن جهل بأنهم سعيدون في حياتهم الدنيوية، ويجد أنه لم يحل بهم أي عقاب، فهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، يعملون ويكسبون رزقهم ويذهبون للتسلية والفرح والمرح في الليل، ولا شيء يحدهم. والكثير من الشباب والنساء الذين يغتربون لا يعلمون لماذا شرب الخمر حرام، لا يعرفون لماذا يحرم عليه أن يتخذ صديقة، لا يفهمون خطورة المخدرات، ويعتقدون أن جميع النصارى في الغرب هم هكذا لأنهم تعلموا ذلك من البيئة المحيطة بهم في بلدهم الأم، لأنها شرحت لهم بطريقة نظرية. ولكن ما يراه على الواقع في الغرب قد لا يكون بالضبط كما شرح له. وعندما يتقابل المغترب مع المنصرين ويقولون له إن هذه الأمور حرام أو خطيئة، وإن وجود علاقات محرمة ما بين الشاب والشابة ليست من العقيدة المسيحية، فإنه يتفاجأ حقا، لأن هذا الأمر لم يكن يدريه من قبل، وجهله هذا قد يزلقه إلى التعاطف مع العقيدة المسيحية، لأنه علم في وطنه أن الثقافة الغربية نصرانية، وأن الفاحشة المنتشرة في الغرب هي ثقافة النصارى الغربيين المتعصبين. ويتفاجأ أكثر عندما يجد أن المنصرين لديهم أخلاق سامية كالتعاليم الإسلامية، وبعضهم أفضل من كثير من المسلمين في بلده، وبالتالي قد يقع في التنصير من خلال خبرته الشخصية. فهذا هو البوست مودرنزم، أن يبني الشخص معتقداته معتمدا على خبرته الشخصية. وبسبب صدمته الثقافية وإرادته بالشعور بالقبول في مجتمعه الجديد، فقد ينساق إلى الإلحاد أو النصرانية. وعندما يمر المغترب بالصدمة الثقافية، فإن شخصيته تكون هشة، ويشعر بالضعف والاكتئاب والضغط النفسي، وجميع هذه العوامل قد تقوده لأن يجد بدائل يملأ بها الفراغ الموجود في داخله من حنين وشوق. وبسبب عدم التزامه بالدين الإسلامي، قد يجد العقائد الأخرى كافية لأن تغطي بعضا من هذه المفقودات الموجودة لديه. وأذكر حينما كنت أعمل في إحدى الشركات الأمريكية، وكنت أرتب البضاعة على الرف في قسم الخضروات والفواكه، مر بجانبي شاب، علمت أنه عربي من أصول إسلامية من ملامح وجهه، ولم أتحدث معه، ولكنه اقترب مني وسألني: هل أنت مسلمة؟ كنت ألبس الحجاب في العمل، ويبدو أنه طالب جديد،
ولم يتوقع أن يجد مسلمين في الدول الغربية، أجبته بثقة وابتسامة: بالطبع أنا مسلمة. قال لي بارتباك وقلق شديدين وبصوت يدل على ارتعاشه: أنا مسيحي، أنا صرت مسيحي. ثم راح يركض بعيدا عني مرتجفا. في الحقيقة منظره أثر بي كثيرا. لماذا كان خائفا لهذه الدرجة وهو في بلد الحرية أمريكا؟ لماذا يشعر أنه ملاحق؟ هل كان يعتقد أن هذا سيغضبني ويجعلني أشتمه أو أقول له كلاما جارحا؟ أردت بالفعل أن أعرف ماذا كان يخيل له عندما قال لي ذلك، ولماذا قاله؟ وشعرت بالشفقة من أجله لما يعيشه من تخبط وصراع داخلي، بالإضافة إلى الصدمة الثقافية التي تخللت نفسه وأضعفته. إن البوست مودرنزم له جوانب سلبية إن لم يوظف بطريقة سليمة، ويجب أن تكون الخبرة مصاحبة مع العلم والدراسة والتفكير قبل العمل. فالطيش والتهور في فعل الأشياء قد يوقع الإنسان بالخطأ، وقد يشعر هذا المرء باليأس ولا يستطيع القيام مرة أخرى. لذلك على المغتربين الحذر، وأن يبقوا مع الجماعة الطيبة، وأن يتشاركوا في النشاطات الدعوية والإسلامية، وسنتحدث في هذا الأمر بشكل مفصل في الفصل القادم إن شاء الله.